وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الخاص بأخبار رياضة، والبداية بأخبار كرة القدم. بعد ما كان أعلن النجم الساحلي على صفحته منذ قليل رفع منع الانتداب بعد إتمام الإجراءات القانونية والترتيبية لدى الفيفا، وبالتالي بتبيع النجم الساحلي مر لتأهيل لاعبيه المنتدبين الجدد. قدم آخر الأسبوع الموعد إفريقي صرف بالنسبة للنوادينا الأربعة اللي تلعب المسابقات الإفريقية، زوز مسابقات الكاف وأيضا رابطة الأبطال الإفريقية. سأبدأ بالاتحاد رياضي المناسيري وتحوله للجزائر المنتظر غدوة لمواجهة مولدية الجزائر إن شاء الله نهار السبت 8 متاع الليل، غدوة إن شاء الله موعد السفر. والاتحاد رياضي المناسيري نذكر أنه ذهابا كان فاز بنتيجة هدف لصفر، نتيجة طيبة على مستوى انتصاره ذهابا، لكن بطبيعة يعرف أنه لقاء ديربي لقاء أخير بالنسبة ليه ولمولدية الجزائر، يعني الفرصة الأخرانية من أجل التواجد في دوري المجموعات. إن شاء الله فريق الاتحاد الرياضي المناسيري يستحفظ على نتيجة وعلى الأقل ما يقبلش أهداف باش ينجم يكون موجود في المسابقة. أبقى مع نفس المسابقة رابطة أبطال إفريقيا، ونهار السبت السبعة قبل الاتحاد الرياضي المناسيري بساعة في تونس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد ديكاديها الصومالي، بعد ما كان بطبيعة فاز ذهابا بنتيجة ممكن اللي حب عليها ولا كان المفروض أنه تكون أكثر، 4-0 مقابل هدف. نتيجة ترشح فريق الترجي الرياضي التونسي لدوري المجموعات كالعادة في انتظار التأكيد مع لقاء ذهاب نهار السبت. يوم الأحد الموعد يكون خاص بمسابقة الكاف، لكن قبلها بتبيع نهار السبت أيضا فريق الملعب التونسي يلعب في الجزائر ضد اتحاد العاصمة الجزائري. المقابلة هذه اللي يلعبها فريق الملعب التونسي، مقابلة فاز فيها الملعب التونسي بهدف لصفر ذهبا، في انتظار لقاء العودة بيكون بإدارة الحكم السوداني صبري محمد فاضل. نادي صفاقسي يلعب مقابلته في صفاقس 6:30 نهار السبت ضد روكينزو البولندي، ونفس نتيجة أيضا عملها كيف الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنسيري، نتيجة هدف لصفر. إن شاء الله بالنجاح بتبيع الأندية التونسية الأربعة، وإن شاء الله ترشح يكون من نصيبهم. ذكر ثلاثة أندية تلعب بالسبت اللي هما الاتحاد الرياضي المنسيري، الترجي الرياضي التونسي، نادي صفاقسي، وفريق وحيد يلعب نهار الأحد هو الملعب التونسي. منتخب أقل من 17 سنة يشارك في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، الدورة بتكون فيها الجزائر، ليبيا ومصر والمغرب، تنطلق يوم 9 إلى 24 نوفمبر 19 بتبيع استقبال وفود تنظيم الاجتماع الفني، وفعليا على الملعب الانطلاقة بتكون يوم 11، وترشح سيكون من نصيب صاحب المرتبة الأولانية والثانية. كرة اليد مقابلات متأخرة من الجولة الثانية، تعرفوا ظروف متاع المنتخب الوطني التونسي والمشاركة الإفريقية في الأواسط، فما أندية عندهم لاعبية كانوا موجودين مع منتخب الأواسط اللي خسر خسارة اللقب متاعه واللقب من منتخب مصري باكتساح شفناه. المهم وأنه مقابلات متأخرة فتتلعب في الآونة هذية، مقابلات مازالت كيف وفات في الجولة الثانية، بعث بن خيار ضد سقية الزيت انهزم 25-22، وهزيمة النجم الساحلي أمام هلال مساكن 29-27، في انتظار نأكد لكم نتيجة نادي كرة اليد بجمال ومكارم المهدية. بعد عودة نشاط بطولة كرة القدم وكرة اليد، بطولة كرة السلة تلتحق السبت هذايا ولحد بمختلف الأنشطة في تونس في قاعة الأمير بالمنزه السابع، تلتحق بينا قاعة جديدة الحمد لله على الأقل ممكن تحل مشكل بالنسبة للأندية. شبيبة المنازه تلعب ضد الاتحاد الرياضي المناسيري في القاعة هذية 6 نهار السبت، في دار شعبين اتحاد الأنصار النجم الراتي، في حمام سوسة النجم الساحلي ضد الدلي الرياضية بجرومبيليا، شبيبة في قاعتها ضد نادي كرة سلة بالمهدية، ونهار الأحد في الجورجيني مطليثة نادي الإفريقي ضد نجم حلق الويت. في كرة اليد تنطلق غدوة بطولة افريقيا للأصاغر، بعد ما حكيت على البطولة اللي تلعبت في المهدية تلعب في نفس الأجواء وهزيمة منتخب الأواسط، إن شاء الله حظ الأصاغر يكون أفضل. البداية بشكون بمقابلتنا غدوة ضد ليبيا، قبلنا تسبقنا مصر ضد غينيا، في البرنامج نلعب بعد غدوة ضد كينيا، ونهار سبت يوم 21 نلعب ضد المنتخب المغربي. العلامة المميزة اللي
وسيم صيد في دورة سراييفو بعد ذهبيتي الفردي أقل من 17 سنة والزوجي المختلط أقل من 19 سنة. اليوم كان عنده أمل بطبيعة باش يكمل في المسابقة هذية في أقل من 19 سنة في الفردي، لكن توقفت المغامرة متاعو عند دور ربع نهائي. نتائج مبهرة الحقيقة لوسيم الصيد في كل الدورات اللي يكون موجود فيها. أوروبيا اليوم في الجولة الافتتاحية من رابطة أبطال أوروبا، دخول السيتي اليوم في مقابلته ضد إنتر، تعتبر واحدة من القمم. مقابلة تتلعب 8 متاع الليل. أيضا شختار يلعب ضد فريق بولونيا الإيطالي. بتبيع شختار عنا لعبنا التونسي فيها علي غرام، ماهوش موجود في التشكيلة، موجود في القائمة، يحمل قميص رقم 18. في البرنامج البي جي يلعب ضد فريق جيرونا، بروسيا دورتموند ضد كلوب بروج. غدوة الخميس بقية المقابلات اللي تدخل فيها الأندية ممكن يستنيوها برشا ناس، كيما برشلونة اللي يلعب ضد فريق موناكو. برشلونة يستعيد أنسو فاتي بمناسبة المقابلة هذه. أرسنال ضد أتلانتا، هذه أهم المقابلات بخلاف مقابلة أتلتيكو ضد لايبزيغ. في إشارة بتبيع البارح لنجاح فريق ليفربول على مستوى محلي أو نجاحه على مستوى أوروبي اللي دوى به الجراح وممكن المحلية، 3 أهداف مقابل هدف على حساب ميلان، وأيضا فوز الريال على شتوتغارت بنفس النتيجة. ختام أخبارنا، نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى تالف.